أبو ساجد من فرنسا يقول: حصل بيني وبين بعض طلاب العلم هنا خلاف في كيف نحكم على الشخص أن عنده خلل في العقيدة. والله يا أخي أنا أشير على إخواني بأن يعني يشتغلوا بإصلاح عقائدهم جميل. وإصلاح أعمالهم ودعوة الناس إلى البر والهدى، وأما الحكم على الناس فهو نوع من يعني الحاجات الأحوال الاضطرارية التي يحتاج فيها الإنسان إلى أن يحكم، وهذا يحتاج إلى أمرين ليسلم فيه الإنسان من المؤاخذة بعد دعاء الحاجة: العلم لأنه الذي يبصر به الإنسان مواقع الهدى، والعدل لأنه يسلم به من الظلم. فبقدر ما يكون مع الإنسان من هذين الوصفين العلم والعدل يسلم من المؤاخذة في حكمه على العقائد والأعمال والأشخاص والجماعات والأفراد والدول. صحيح، حسن الله.